بسم الله الرحمن الرحيم. استمر الألم مع زوجتي وعدنا عند طبيبة فوجدنا أن سبب الألم حجرة كانت في الكلى وقد نزلت ولكن لم تخرج، وهي تصعب الخروج البول مما يسبب الضغط في الكلى، وقد وصلناها بشرب الحوامض، فهل هناك ما يساعدها بدون أن يؤذي الجنين؟ نعم، إذا كانت المرأة حاملة وهي عندها ألم في الكلى، سبب الألم حجرة وهي حاملة، تستعمل السوائل كعصير الليمون وكذلك عصير الشمام، عصير الشمام بطيخ كذلك جيد، العصير بطيخ جيد لألم الكلى، وكذلك تدهن الدهن الخارجي بالزيت الزيتون، ولكن الزيت الزيتون يكون دافي، يكون دافي، وتدهن في مكان الألم، في مكان الألم. طبعا بعض الأعشاب ما تستطيع أن تأخذ هذه الأعشاب، مثلا البابونج وبذر الخلة وغير ذلك، ما تستطيع المرأة الحاملة، ما تستطيع إلا شيء واحد وهو زنجبيل والزيزفون، زنجبيل وزيزفون، زيزفون جيد، تيول، الزيزفون جيد على الألم الكلى.